كل الشهادات العليا كل بطلة كلنا ما يدوا
هي راهي المشكلة، المشكلة ماهيش في كرة المتخرجين فقط، مشكلة والله والله الواحد حتى باش يمشي يعدي على كيف باش يمشي قبل يخطب على الكلاس يزيد يتدمر، يطلع يخطب على الكلاس يزيد يتدمر أكثر، يمشي للسخيرة اللي تخمم فيه في مخك تلقاه في المعتمديه
واللي تخمم فيه في مخك تلقاه عند رئيس الشعبة، واللي تخمم فيه في مخك تلقاه عند العمدة. المسؤولة تقضيكم على أحلامكم، على كل أماكم. شكون الكاتب العام للجامعة والعمال؟ هذه الشرزمة، هذه الطبقة المهمشة، هذه الطبقة اللي أبو تحفة تحب تسيطر على الولع. علاش المسؤولة ما فيهاش بنكة؟ علاش المسؤولة ما فيهاش سوق تليكوم؟ علاش المسؤولة ما فيهاش شركات؟ علاش المسؤولة ما فيهاش مكتب تصغير؟ على خاطر كان الجاي تحدث مواطن شغل، وعلى خاطر الناس كان تخدم تتحسن اوضاعها، واللي تحسن اوضاعه ينجم يفكر في العمل السياسي، وتتحسن اوضاعه ينجم يتكلم. لكن اللي ما عندوش يلزمهم يصبروه، ويلزمهم يعيشوه على مل، ويلزمهم يكبوا عليه، واللي بتشغلك يتعلق حتى بقتها. هما هذيك هي السياسه اللي استعملوا فيها معاكم. شعار المسؤوله اكثر حاجه لا لحظة، شعار المسؤولة بتعرف كم كان الصياد؟ أخطر راسي وضرب. شو الشعار المسؤولة؟ البرلمان من حق المسؤولة أنه يكون عنده كرسي في البرلمان، المنصف بالوافي هذا قاعد يبيع في بلايص، وباع الركاب، وباع البنزل الفلسيان، علاه؟ سيدي بوزيد وسميتها الكلب المدلدل، سيدي بوزيد هكذا بوزيد يقول عليه. ولو انه الكلب عنده صفات الوفاء، لكن الراجل هذا ما هوش وفاء. صفة اخرى في صفات الكلب اللي هو يحرس ملاك، واحنا حاطين غادي في الشعب، لكن صار بنحكي انا بعمل كفر، بعمل كفر، نتحمل مسؤوليتي في المعلومات هذه. تفضل السيد المعتمد، هذا سير من معمل كابل كان حاجة في برج السدرية أو في الزعرة، وعندي خويا يخدم فيها. اتصل هنا بالمسؤولة وتخلي السيد المعتمد وقت تلجنة من الفوتيات وتفاهموا عنه معمل كابل عن معمل كابل يخدم فيه أقل حاجة. يا تراجل باش تحل برشا مشاكل. فما راعنا الراجل تو ما وصلش يصير عليه، راجع عليه ويرجع. أنا خديت صفاتي زوز كراهب يا رحكوه، زوز كراهب يا رحكوه. برا ما تدخلش الرجال نتاعنا مش تعال، قالوا لك مسؤول رد بالك ما تعمل فيه. رد بالك مش مسؤول رد بالك تخدم فيها راك تكسب. ثاني حاجة بعد كي ما يكونش مع حل تجي تجي ما ربش الحركة. أيوة البلاد فيها مشاكل قالوا لك. أي عندنا مشاكل. أي مراكش قالوا له. هو بيزا مش نقطة أخرى، ثم نقطة أخرى يا بالله سامحني لحظة، بطاقة الناخب هذه من حق أي سيرتو الناس المبحثين عن السادات وقت اللي انا ثم وثائق يعرفوك انت اسكو مع النظام ولا ماكش مع النظام. احنا ما ناش نكره الدين وما ناش ضد الدوله، فهمني. هو ما يعطيك حق ناخذ دم في ساق ناخذ باش يحرمك من برشا حاجات، بس يخليك حياه عمرك محطم حتى في كل ساق منها يخليك زعلان. المعارضه عندها رجال تدافع عليها، وقت اللي تنتمي انت الحزب معارضه بالضرورة المعارضة ما هيش ممنوعة في تونس، وبالضرورة المعارضة يدافعوا عليه، وبالضرورة المعارضة حزب معترف فيه من قبل رئيس الدولة ومن قبل النظام في تونس. لكن انك انت تنتمي للتجمع الدستوري الديمقراطي وما يعطوكش بطاقة ناخب، ايش معناها؟ معناها انت معارض من درجة أخرى، ومعارض من درجة أخرى ايش معناها؟ معناها انت تنتمي الى حزب غير مرخص له، معناها انت ما تخدمش القيم عيسى، ومعناها انت ما عندكش الحق في حتى مشروع، ومعناها انت ما تنجمش في عيد. شكون منكم عنده بطاقة ناخب؟ ما ثم حتى واحد. ما عندي بطاقة ناخب، وحضرت الاعتصام الجاد قدام الانتخابات، وقت اللي جيت انتخبت نلقى قدام اسمي نلقى كروا، هذه الانسان هذا حضر الاعتصام اصفوار الدين انتخب ولا لا؟ هاني جيت انتخبت يا سيدي، وبرا طبعا على كروا.